يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول بإجماع العلماء لا يجوز أن ترمى زوجة نبي من الأنبياء بالزنا. بإجماع العلماء لم يخالف في ذلك أحد. قال: ومن رمى زوجة نبي من الأنبياء بالزنا فقد كفر. كفر كفر أكبر، مخرج عن ملة الإسلام. قضية مسهلة، ما في نقاش ولا في وحدة ولا في التقاء ولا أبدا أبدا. يذعن وخشنة في الأرض، يذعن ورجولة على رقبته لو كان من كان، كان مرجع، كان آية، كان من عارف إيش، كان كل هؤلاء السرابيت الزنادقة لابد أن يذعنوا وأن يعترفوا وأن يكفوا ألسنتهم القذرة عن الطعن في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا حكمه الكفر، الخروج عن ملة الإسلام. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى يقول في نفس النور، سورة النور بعد آيات الإفك، قال ربي جل في علا: الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات. إذن إذا كانت المرأة خبيثة ولا أخبث من أن تكون المرأة زانية مفسدة لفراش زوجها، دل ذلك أن زوجها خبيث. ما في روح تعال. طيب واحد يقول أن هؤلاء الأخباث الزنادق الرافضة يستدلون بقول الله تبارك وتعالى، وهم كعادة أهل البدع يضربون النصوص بعضها مع بعض، يتبعون المتشابه من النصوص حتى يدلسوا على عباد الله. يقول: يا أخي، ألم يقل الله تبارك وتعالى: وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما؟ هذا القرآن يقول لك. نقول له: أيها الجاهل المركب، يا من أجهل من حمار أهله، هذه الخيانة هنا ليست خيانة الفراش. لم يقل بهذا لا عاقل ولا مجنون، ليست خيانة الفراش هذه، إنما خيانة الدين. كفرت، لم يتبع امرأة نوح، لم تتبع نوح على دينه، وامرأة لوط لم تتبع لوط على دينه، بس لكن لم تكن خيانة فراش. ولذلك كما قلت، نقل ابن تيمية الإجماع على أن من طعن في زوجة نبي من الأنبياء كفر كفر أكبر، مخرج عن ملة الإسلام. لذلك إخواني وأحبابي، هذه عائشة رضي الله تعالى عنها التي برأها ربنا تبارك وتعالى من فوق سبع سماوات، أنزل فيها آيات تتلى إلى يوم الدين، المبرأة الصديقة بنت الصديق، حبيبة حبيبي رب العالمين سبحانه وتعالى. لذلك ما يقبل أبدا لو جاءوا بما جاءوا به. لو قال لك وحدة وطنية، قال لك يا أخي احنا لا، ما في وحدة وطنية، لا نريد وحدة وطنية. وحدة وطنية تبنى على الطعن في أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها. أيرضى أحد منكم أن تطعن أن يطعن أحد في أمه؟ ما حد يرضى، يقيم الدنيا ولا يقعدها. طيب عائشة رضي الله عنها وأرضاها يجب أن تكون إلى قلوبنا أحب إلينا من أمهاتنا وأجدادنا وجداتنا بل وأنفسنا رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. لذلك إخواني وأحبابي، بعد هذه الحادثة العظيمة وتبرئة الله تبارك وتعالى وإنزال القرآن الذي يتلى في حقها ليوم الدين رضي الله تعالى عنها وأرضاها، جاءت المنية في سنة 58 من الهجرة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ولها من العمر 67 سنة، فهي رضي الله تعالى عنها وأرضاها عقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم وعمرها 7 سنوات كما قلنا، وبنى بها ولها 9 سنوات، وتوفي عنها ولها رضي الله تعالى عنها وأرضاها 18 سنة، شابة صغيرة رضي الله عنها وأرضاها.
ومات صلى الله عليه وسلم من حبه لها مات ورأسه على صدرها، على صدرها بين سحرها ونحرها رضي الله تعالى عنها وعن أبيها، ودفن في بيتها في حجرتها رضي الله تعالى عنها وعن أبيها. فبعدما توفيت ولها 67 سنة في 58 للهجرة دفنت في البقيع وصلى عليها الصحابة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فهي زوجه في الدنيا وزوجه في جنات النعيم. أسأل الله تبارك وتعالى أن أجمعنا وإياها في جنات النعيم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. جملة أفعال عائشة جريمة جنسية. لعنة الله عليك يا عائشة، لعنة الله عليك يا عائشة، لعنة الله عليك بعدد أنفاس الخلائق. ولعن أعداءهم أجمعين سيما أبا بكر وعمر وعائشة وحفصة. الله أكبر.